سعادة السفير علي محمد العياشي القنصل العام للجمهورية اليمنية بجدة، الإخوة القناصل، الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب إلى القلب. اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر إلى فخامة الرئيس عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأنتهزها فرصة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وعلى عجالة نعرف بتأريخ وعراقة وحضارة اليمن. فقد قسم المؤرخون اليمن والعرب بل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول لم يتسنى للعلماء ولا المؤرخون الوصول إلى أجدادهم، وهم عاد وثمود وجديس وعملاق ويقطن. والقسم الآخر هم العرب العاربة والعرب المستعربة، العرب العاربة التي قطنت أرض اليمن، والعرب المستعربة التي قطنت أرض الحجاز. وهذه القبيلة قطنت بقيادة جرهم اليمنية، أعرق قبيلة يمنية في التاريخ قطنت ببكة، كما قال الله جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. فهذه القبيلة كانت تمتلك النخوة والعراقة، وإلا امرأة ضعيفة وطفلها يستطيعون بها الأفاعيل، لكن النخوة أبت عند أهل اليمن إلا أن يقطنون أطراف مكة ويستقون زمزم ويدفعون لها الأجرة. إنها هاجر أم إسماعيل. ومن هو إسماعيل؟ إسماعيل ابن إبراهيم، لم يكن كما يقول بعض الرجعيون يقول أن إبراهيم لم يكن بعربيا. إبراهيم من خيرة أهل اليمن، وهو من نسل فالغ. فالغ ابن نوح هاجر إلى العراق وقطن بلاد المنابرة، لكنها تلاشت اللغة العربية عند فالغ، مما أدى إلى هذه الأسماء الأعجمية. فلذلك سمي إبراهيم ابن آزر ابن تارخ ابن فالغ ابن عابر ابن ناحور ابن تسارخ ابن حران ابن أرفخشد، لكنه أنجب إسماعيل. وإسماعيل قطن في قبيلة جرهم اليمنية فأتقن اللغة العربية، وأصبح أول من تكلم باللغة العربية الفصحى بعد نبي الله شعيب خطيب الأنبياء. وأهل اليمن من نسلهم هم من نسل يعرب ابن يشجب ابن قحطان ابن هود، تفرعت فيهم أشهر القبائل اليمنية. فهم من نسل يعرب ابن يشجب ابن قحطان، جاءت منهم أشهر القبائل: همدان فكهلان فأنمار فطي فكندة فجذام فلخم فالأوس والخزرج والغساسنة ملوك الشام. من هم أهل اليمن؟ هم أهل الإيمان والحكمة، هم أرق الأمة قلوبا وأقلها عيوبا، أهل السكينة والوقار والفقه والاعتبار. قطنوا في العراق بلاد المناذرة، قطنوا في صعيد مصر هذه البلد المبارك، ونحن نحيي مصر وأهل مصر. قطنت اليمن من دكا إلى جاكرتا، هذا هو تاريخ أهل اليمن وحضارة أهل اليمن، أرق الأمة قلوبا. هم من ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة الأولى والبيعة الثانية. الأوس والخزرج من هم؟ هم من أهل اليمن. الأوس والخزرج أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، هم أهل اليمن. كما نصروك يا رسول الله حيا فسننصرك ميتا إن شاء الله. إنه النبي عليه الصلاة والسلام رمزا للبشرية عليه الصلاة والسلام، يتعرضون له أعداء الله والإنسانية، ولكن بعز عزيز وذل ذليل سينصرونك أهل اليمن، هم أهل النصرة والجهاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله استولى بوجهي إلى الشام واستأمن ظهري إلى اليمن، وقال: يا محمد إني جعلت لك ما أمامك غنيمة ورزقا، يعني بنات بني الأصفر وجلاد بني الأصفر قائد الروم، وما خلفك مددا، يعني نحن أهل النصرة والجهاد وأهل الفقه والاعتبار، أهل الصباحة والملاحة، أرق الأمة قلوبا وأقلها عيوبا. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأجد نفس ربي من قبل أهل اليمن وتفريج كربات الأمة من قبل أهل اليمن. تفريج كربات الأمة من قبل أهل اليمن. ثم أهل اليمن، وما أدراك ما أهل اليمن؟ من هم؟ آمنوا برسالة معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري رضي الله عن الجميع. قبيلة بني الأسود الكندي آمنت برسالة معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما. هؤلاء هم أهل اليمن، هم أهل السكينة والوقار والفقه والاعتبار، أهل النصرة والجهاد.
إذا دعاهم لم يتخلف منهم. فقد قال سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن جل وعلا قال كلمة يقول عمر رضي الله عنه وعلي ما أحب أن يكون لي بها حمر النعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر أشيروا علي معشر الأنصار، وهو يريد أن يتكلم الأوس والخزرج من الأنصار من أهل اليمن. قال أشيروا علي، هل يناصرونه في المدينة فحسب وإلا خارج المدينة؟ فقال سعد بن معاذ علك تعنينا يا رسول الله معشر الأنصار؟ قال بلى، يريد أن يسمع من معشر الأنصار. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه وتكلم، قال يا رسول الله امضي بنا كما أمر ربك، والله لن نقول لك كما قالت بني إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. والله يا رسول الله لو خذت بنا برك الرمال لخضناه معك، ولو خذت بنا البحر